أما أهل التعطيل الذين ينفون اليدين عن الله جل وعلا كما ينفون عنه سائر الصفات، فإنهم يؤولون اليد بمعنى القدرة، بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. يعني القدرة فيقولون لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فيقال لهم الله جل وعلا ذكر اليدين بالتثنية بلفظ التثنية. فهل الله جل وعلا له قدرتان؟ هل له قدرتان أو قدرة واحدة؟ الله له قدرة واحدة، ليس له قدرتان. لما خلقت بيدي هل يقال بقدرتي؟ لا أحد يقول هذا. وأما تأويلها بالنعمة تقول لك يد عندي أي لك نعمة عندي، فهذا منفي عن يد الله عز وجل. وهل معنى قوله لما خلقت بيدي بنعمتي، هل الله جل وعلا ليس له إلا نعمتان فقط، أو أن جميع النعم منه سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا لا فرق بين آدم وغيره إذا فسرت اليد بالقدرة، فإن الله خلق جميع الخلق بقدرته سبحانه وتعالى، فلا مزية لآدم على غيره من البشر، والله جل وعلا ميزه بقوله لما خلقت بيدي. فهذا وجه الرد على هؤلاء.